محترم جدا، والادى لذلك ان الطلبه اللي هم فرقه اولى بييجوا يقدموا الورق. فلما يجوا بيقدموا الورق الطلبه اللي هم بتوع بالظبط، فالطلبه اللي واقفين في الكليه يعتبر شغالين مع المكاتب، بيقولوا الكورسات هي الاحسن وهي تمام، والمحاضرات دي ملهاش 30 لازمه وما تحضرهاش وتعالى كورسات احسن. طلبه برضه من فرقه اولى زمايله بالظبط. تمام. طيب ايه اللي حصل بقى يعني بالنسبه للواقع؟ شفنا الفيديوهات اللي فاتت ولا لا؟ مش شفتها؟ طيب ايه رايك في الحصه اللي فاتت؟ هو تصرف عادي بالنسبه له، تصفير وقله ادب في المحاضره يعني. يعني شايف ان اللي حصل ده والكلام اللي صدر منه ده عادي، ده كان رد فعل طبيعي على اللي حصل؟ رد فعل طبيعي يعني. طيب ايه اللي صدر من الطلبه يخليه يقول كده؟ بسبب الطلبه اللي هم بتوع الاسر اللي هم في الاتحاد، يعتبر عامه يعني ما فيش رقابه عليهم. اي طالب فرقه تانية فرقه ثالثه اللي هم شغالين مع المكاتب بيخش المحاضره يبوظوا على المحاضره الدكتور، فعشان الطلبه يروحوا الكورسات عندهم بره. يعني في طلبه بتحضر بتتعمد انها تبوظ المحاضره بالظبط عشان الطلبه ما يستفيدوش ويلجأوا لشراء المذكرات بره. بالظبط بره. طيب يوم الواقع بقى ايه اللي حصل؟ كان يوم الاثنين تقريبا. تقريبا طيب ايه اللي حصل بقى؟ التصفير وتصفير وسقيف وزعيق بسبب الطلبه، والفرقه الثانيه دخلوا في المدرج ويحضروا مع الفرقه الاولى عشان يقولوا لهم ان المحاضرات ديت ملهاش لازمه وتعالى كورسات فلان الفلاني والمكاتب فلان الفلاني احسن واحسن من الدوشه ديت وبس. يعني طلبه ثانيه من فرقه ثانيه اكبر منهم كانوا حاضرين مع فرقه بيخشوا يحضروا عشان يعملوا دعايه لنفسهم اللي هي دعايه المكاتب ودعايه للكورسات بس. وقلت لهم بيقول لهم يعني ايحاء ان المحاضرات دي مالهاش لازمه. بالظبط بالظبط. فبيخشوا بيعملوا ايه في المحاضره؟ بيخشوا يصفروا ويلغوش على الدكتور عشان الطلبه يلجأوا لمين؟ للكورسات. طيب دي كانت اول محاضره للحقوق. بالظبط فرقه اولى. بالظبط. قلت لنا دايما طلبه فرقه اولى بيبقوا يعني جايين مش متعودين على نظام الكليه وكان في حاله من الهرج والمرج داخل المدرج. بالظبط. بس ده برضو اللي شجعهم على كده مين؟ الطلبه اللي شغاله مع المكاتب. الطلبه هي اللي ادتهم اللي خلوهم يعملوا كده، ان في بديل للمحاضره، في كورسات بره. بالظبط. بيقولوا لهم كده يعني اضحك وهزر براحتك. المحاضره مالهاش لازمه واحنا بره هنعوضك عن ده بالمذكرات وبحاجات كورسات تعوضك عن المحاضره دي. بالظبط كده. طب احكي لنا عن الدكتور نفسه. الدكتور محترم جدا. حصل منه اي تعدي او اي؟ لا ما حصلش كده. الدكتور محترم وفي قيمه الاخلاق، بس بسبب التهريج ده ادى لذلك. طيب هل مثلا الدكتور كان زي ما حد قال لي ده هو يعني دمه خفيف وبيحب يهزر؟ حصل بالظبط. الدكتور كان بيهزر معانا كطلبه وطلابه، فعادي بالنسبه له ولاده. طيب استاذ احمد، لكن احنا بنقول دايما احنا كان في بنات قاعده وفاطمه خديجه الحقيقه اتقالت كانوا متقبلين هذا. الناس اللي كانت موجوده كانت متقبله. كانت متقبله هذا. حتى البنات اللي كانت موجوده عادي كانت متقبله. طيب محدش اشتكى من الطلبه؟ تضرر من الطلبه نفسهم؟ ما حصلش، ما فيش شكاوي من الطلبه لذلك. لكن خلينا نقول عشان نكون حياديين، بما ان حد صور وشير على السوشيال ميديا ده كان بيصور يعني تهريج، بيصور عشان ينزله عنده، كان بالنسبه يعني بيشوف الدكتور، كانت اول مره يشوف الدكتور ويتعامل معاه. بس شاب جاي من ثانويه عامه، يعني كان وضع غريب عليه ان يشوف دكتور بيهزر بالوضع. بالظبط. بس ده اللي خلاه يعمل كده، اللي هي الطلبه اللي هم ماسكين اللي هي في الاسر شغاله مع المكاتب بياخدوا اجر من كورسات وعشان يجيبوا الطلبه عندهم، فهم داخلين يعملوا هرجوا هكذا.